طيب هنروح لكرة السلة، وخليني أقول لحضراتكم وصلنا فين. دوري كرة السلة انتهينا من دوري المرتبط، بطولة عربية وبعد كده دوري المرتبط، وبنلعب دلوقتي دوري، ولعبنا كأس مصر مباراتين ودلوقتي، بس لسه ما وصلناش للأدوار النهائية، وبنلعب دلوقتي دوري السوبر. دوري السوبر بيبقى مشاركة 16 فريق، الأول بيلاعب ال 16 بيست أوف 3، والثاني بيلاعب ال 15 وهكذا. النادي الأهلي وقعت القرعة معاه مع الزهور اللي احتل المركز ال 16 في دوري المرتبط. هنا بنلعب مباراتين بيست أوف 3. في المباراة الأولى استطاع النادي الأهلي إن هو يفوز في المباراة الأولى على ملعبه 92-49 في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ودي صور من المباراة. طبعا الماتش ده أداره فنيا كابتن أحمد الجرحي بسبب عقوبة مستر أجوستي بوش، بيقفوا ماتشين من قبل اتحاد السلة، واللي هيكون منهم الماتش اللي فات والماتش اللي جاي، وفي ماتش السوبر هيكون واقف إن شاء الله على البنش. طيب أنا بس عايز أعلق هنا حاجة سريعا، ألا وهي عقوبة الاتحاد المصري. على فكرة يعني التويتة اللي كان كتبها مستر أجوستي هو بيوصف حالة، الراجل ما غلطش في حاجة وما قالش حاجة فيها تجاوز، هو الراجل المفروض اتحاد السلة اللي يراجع نفسه، مش مستر أجوستي ولا يعني أي حد يقول كده، لأنه أنت يعني فعلين، فعل ضرب من غير كورة في الملعب بتديله إيقاف مباريتين وغرامة مالية، ولاعب بيرقص بعد المباراة متصور بتليفون وبيهرج مع أصحابه بتديله مباريتين وإيقاف. هنا احنا مش معترضين، انت شايف انه يستحق عمرو الجندي العقوبة اديله، ولكن هل يعقل ان يبقى العقوبتين زي بعض؟ ولكن هنا في توائم، اتحاد السلة للأسف في عقوباته بيبص عقوباته رايحة على فين الأول وبعد كده بيتوائم. اللي حصل ده مش مسطرة واحدة خالص، والكلام اللي قاله مستر أجوستي بوش أصاب كبد الحقيقة، ومفروض اتحاد السلة يراجع نفسه، مش أجوستي بوش اللي توقف، المفروض اتحاد السلة يراجع نفسه في عقوباته، ويراجع نفسه كمان في الحكم على الأمور، وتبقى مسطرة واحدة. احنا مش معترضين على إيقاف عمرو الجندي خالص، بالعكس عشان ما تفسروش كلامي غلط، ولكن أنا معترض إن تبقى مسطرة واحدة، وده اللي بنطالب بيه حتى في المباريات أو التحكيم، مسطرة واحدة. زي ما بتصفر عليا صفر على غيري. في مديرين فنيين فرق تانية وليه فيديوهات كتيرة جدا، وفيها يعني تجاوزات انا مش هذكر اسامي، وكلنا شايفين، وكل السوشيال ميديا ما سابتش، خلت الكل بيتابع. ولكن النهارده لما تلاقي بعض المديرين الفنيين في انديه اخرى، مع كل الاحترام ليهم، احنا ما بنتكلمش على شخص، احنا بنتكلم على فعل، والالفاظ والافعال ماليه السوشيال ميديا، ولا يتاخد موقف، هنا انت بتبص للون التيشيرت، هنا انت بتبص للون التيشيرت قبل الايقاف. ولكن للاسف هو ده قدر النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي ان هو اكتر نادي بيلتزم باللوائح والقوانين، وهيفضل يدافع عن القوانين واللوائح بكل الطرق الشرعية. ولكن هنا احنا رافضين تماما ان ما تبقاش فيه مسطرة واحدة في الحكم على الامور، ولازم اللي يراجع نفسه مش مستر أجوستي بوش، ولكن اللي يراجع نفسه هي لجنة المسابقات ايا كان، او اتحاد السلة او مجلس ادارة، يراجع نفسه مرة اخرى عن القرارات. وده كلام ما يزعلش حد، وعلى فكرة مش انا اللي بقول كده، مصر كلها بتقول كده، مصر كلها، مش جمهور النادي الاهلي، في مواقف تانية في امور تانية بيتقال نفس الكلام. فاذا هنا في ازمة، في مشكلة حقيقية في الحكم على الامور، لازم اتحاد السلة يراجع نفسه.